السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذه الحصة غادي نشوفوا لا ميكانيك دو بوان ماتيريال. أول حاجة غادي نهضروا عليها وهي شنو هي لا ديفيرونس أونتخ لا ميكانيك في السوبيريور ولا ميكانيك في الباك وقبل الباك. الاختلاف اللي كاين هو أنه هاد المرة غادي نوليو نعطيو أهمية لو ريفيرونسيال المرجع. فسابقا مثلا في الباك كانوا كيكتبوا لكم في مرجع أو في معلم غاليلي أو دون زان ريفيرونسيال غاليليو. هذه القضية ما كناش كناخدوها كشي حاجة اللي هي مفيدة اللي غتفيدني في التمرين، ما عندها حتى شي أهمية، فكنتجاهلها، يعني كنقراها في أي تمرين ولكن واش كتنفعني في شي حاجة ما تندير بها والو. لكن هذه المرة غتولي هذه القضية مهمة، غنوليو نهتمو بزاف باللو ريفيرونسيال اللي كنخدمو فيه، هي المرجع اللي هو معلم الزمان ومعلم المكان. دونك لا ريفيرونس تمبوريل اي لا ريفيرونس سباسيال. دونك اول حاجه باش نقدروا نضبطوا مزيان الدرس ديال الميكانيك دو بو ماتيريال خصنا نكونوا فاهمين مزيان لي زوتي ماتيماتيك اللي نحتاجهم في هذا الدرس هذا، يعني امور اساسيه، يعني لو كالكول فيكتوريال. لو كالكول فيكتوريال مهم بزاف في الدرس ديال الميكانيك دو بو، يعني اللي ضابط الامور ديال لي فيكتور فما غايجيوش داك الشيء اللي فيه داك لي نوسيون ديال الميكانيك دو بو ماتيريال يجيو عاديين. دونك غادي نبداو بلي فيكتور، ناخذ ان اكزومبل ان فيكتور ا بي. شنو هما لي كاركتيرستيك دان فيكتور، مميزات ديال المتجهه اللي قريناهم سابقا؟ اول كاركتيريزاسيون ديال لي فيكتور هي لا ديريكسيون، الاتجاه. شنو هو لا ديريكسيون في هذه الحاله ديال لو فيكتور ا بي؟ هو لا دغوات ا بي، يعني هنا ما كنبينوش لو سونس غير الاتجاه. الاتجاه كاين فرق ما بين الاتجاه والمنحى، لا ديفيرونس اونتر لا ديريكسيون اي لو سونس، هذا راه معروف. دونك سوا قلنا من بي ا ولا من ا بي ما تيهمش. هذه اول حاجه. لو موديول، لو موديول اللي هو كنرمزو له بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه هذه، لو موديول دو ا بي اللي كيساوي لا ديستونس ا بي، لا ديستونس اونتر ا اي بي. دونك هذا هو لو موديول اولا المنظم. ثم ثاني حاجه اولا اخر حاجه غنشوفو هي لو سونس، اولا نقدروا نقولوا كذلك لو فيكتور يونيتير. هذا المفهوم مهم بزاف. شنو هو لو فيكتور يونيتير؟ هو ان فيكتور اللي عنده هو ان فيكتور لو موديل ديالو كيساوي واحد. لكن شنو العلاقه ما بين لو سونس ولو فيكتور يونيتير؟ حنا غادي نشوفوا هذا الفرق او العلاقه بيناتهم. لو سونس راكم عارفين شنو هو، غنكتبو بالشكل التالي دو ا بي، من ا الى بي. شنو هو لو فيكتور يونيتير؟ غادي نرسم واحد لو فيكتور اللي المنحى ديالو من ا بي، غنكتبو بالشكل رسمو بالشكل التالي ها هو، نسميه U. لكن هاد لو فيكتور هذا يكون المنظم ديالو كيساوي واحد، داكشي علاش قلنا لو فيكتور يونيتير، حيت لو فيكتور يونيتير ا ان سونس، يعني عنده واحد المنحى، فبلاصه ما نقول لو سونس من ا لبي نقول غير لو فيكتور يونيتير اللي عندي. وبالتالي دابا نقدر نكتب واحد الكتابه مهمه، هي انه ا بي لو فيكتور ا بي كيساوي لو موديول ديال ا بي. لو موديول هذا عباره عن هذا راه ان سكالير وهذا ان فيكتور، هذا عدد كينتمي للمجموعة ار وهذا ان سكالير او لا هذا ان فيكتور. دونك ما يمكنليش نقول هادو متساويين حتى نزيد هاد لو فيكتور هذا بالشكل التالي. غنقول ا فوا ا بي لو فيكتور ا بي كيساوي لو موديول ا بي او لا ديستونس ا بي فوا لو فيكتور يو. دونك هذه هي الكتابه اللي غادي نبقاو نشوفوها دائما في لا ميكانيك دو بون ماتيريال. غادي نشوفوا دابا القضيه ديال لي كومبوزون دان فيكتور. شنو كتقول لي هاد القضيه؟ سي U un vecteur de l'espace, alors on peut écrire, ou là on peut l'écrire sous la forme d'une somme de deux vecteurs au plus. أي vecteur ممكن أن نديكومبوزي على شكل جوج لي vecteurs أو لأكثر. و لو كاس فوندامونتال اللي غادي نبقاو نشوفو في التمارين هو الحالة ديال ان vecteur في لو بلون. دونك إكزومبل، إكزومبل فوندامونتال، غادي ناخدو هاد الحالة هادي، شوف معايا كيفاش غادي يكون. بهذا الشكل غادي ناخذ ان فيكتور اللي غادي نسميه U وان فيكتور اللي غادي نسميه V، ثم بيناتهم غادي ناخذ ان فيكتور اللي غادي نسميه W. بالنسبه ل U و V هاد المره خديت حاله خاصه ديال انهم يكونوا متعامدين، لونغ اللي بيناتهم تسوى بي سور دو، هاد لونغ هذا. هادي حاله خاصه، ولكن هاد الحاله الخاصه هي اللي غنبقاو نشوفو دائما، داكشي اللي جلتها لكم انا. شنو تيقول لي هاد المباراه هادي؟ انه هاد دوبل في هذا راه ممكن نكتبو على شكل دوبل في ا بلس دوبل في دو،
دابا شنو هما هاد دوبل في ان و هاد دوبل في دو؟ شنو هما؟ كيفاش غنحددهم؟ غادي ناخد بعدا هاد لونغل هذا غادي نسميه مثلا غنسميه الفا متفقين، غنسميه الفا. غادي ندير لا بروجيكسيون ديال هاد دوبل في على او، ونفس الحاجه لا بروجيكسيون على في بهذا الشكل. دونك حنا كنعرفوا ان هاد لو فيكتور اللي هو دوبل في شنو تساوي؟ تساوي لا بروجيكسيون ديالو على هاد لو فيكتور او غنسميها دوبل في اكس بلس لا بروجيكسيون ديالو على في غنسميها دوبل في بهذا الشكل. بقى لينا دابا دوك هذيك دوبل في 1 بلس دوبل في 2 غنكتبها بالشكل التالي، دوبل في يو هنا يو ماشي اكس بلس دوبل في. شنو كتساوي ديك دوبل في يو وشنو كتساوي دوبل في؟ كيفاش غادي ندير باش نعرفها؟ بكل بساطه هذيك دوبل في يو غادي نشوف الكوسينوس ديال هاد لونغل الفا. شنو كيساوي الكوس ديال لونغل الفا؟ كيساوي ليا دوبل في اكس قسم على دوبل في. اذا شنو غادي يبقى ليا هنايا؟ يساوي دونك نجيو لهنايا ونكتبوها، كوسينوس دو الفا يساوي هو دوبل في اكس يعني بالمنظم ماشي المتجهه دوبل في يو عفوا مقسومه على دوبل في. اذا شنو يعطيني هذا الشيء؟ غيعطيني بلي دوبل في اكس يساوي كوسينوس دو الفا فوا دوبل في. الا درنا السينوس غنحصلوا على دوبل في دونك درنا السينوس دو الفا غادي يعطيني هو دوبل في مقسومه على دوبل في. دونك شي غيعطيني بلي دوبل في كيساوي السينوس دو الفا مضروبه في دوبل في. دابا الاشكال اللي عندنا شنو هو؟ هو اننا لقينا غير لو موديول ديال دوبل في يو ولو موديول ديال دوبل في في، لكن كيفاش غنكتبوه على شكل فيكتور؟ باش نحل هذا المشكل هذا غادي نجي لهنايا وغادي نرسم ان فيكتور اونيتير. ها هو غادي نسمي هذا مثلا اي، وغادي نجي لهنايا وغادي نرسم ان فيكتور اونيتير غادي نسميه جي. فيكتور اونيتير هو فيكتور اللي عنده نفس الاتجاه ديال يو ولكن المنظم ديالو تساوي واحد. بالنسبه للجي عنده لو ميم سونس ديال في ولكن لو موديل ديالو كيساوي واحد. علاش درت هاد القضيه؟ باش هاد دوبل في يو نطبق عليه نفس القضيه اللي طبقت على ا بي في الاول، ندير هي لا ديستونس ا بي او لو موديل دو ا بي فوا لو فيكتور اونيتير. دونك دوبل في يو لو فيكتور اونيتير اللي عنده هو اي، ولو موديل ديالو كيف ما حددناه سابقا هو الكوسينوس دو الفا. زرعنا ليسباس كوسينوس دو الفا فوا دوبل في كوسينوس دو الفا فوا دوبل في يعني لو موديل ديال دوبل في فوا لو فيكتور اي بلس سينوس دو الفا فوا دوبل في فوا لو فيكتور جي. ممكن نعملو بدوبل في تبقى عندي دوبل في عامل الكوسينوس دو الفا فوا اي بلس سينوس دو الفا فوا جي. صافي، اذا هذه هي الفكره. وهنا نيت نفكركم بواحد القضيه مهمه راكم عارفينها، اللي هي كيفاش كنحسبوا المنظم ديال لا سوم دو دو فيكتور بهذا الشكل هذا. شنو كيساوي هذا لو موديول؟ كيفاش غادي نديروا ليه؟ الطريقه بكل بساطه هي اننا غادي نكتبوها بالشكل التالي، غادي نحسبوا المنظم او كاري عاد من بعد نرجعوا. الا بغينا نحسبوا المنظم او كاري كيفاش غادي نديروا؟ غادي نديروا دوبل في ان او كاري بلس جوج فوا دوبل في ان فوا دوبل في 2 بلس دوبل في 2 او كاري. هذه هي الطريقه. ولكن بما اننا بغينا حنا نحيدوا هذا الاو كاري، هذه نحيدوا هذا الاو كاري وغادي نديروا لاغاسين هنايا. هذه هي الطريقه باش نحسب المنظم ديال دو فيكتور. بالنسبه للفيكتور او كاري راه هو المنظم او كاري، تقدر تحيد ديك فيكتور. بالنسبه لهاد دوبل في ان فوا دوبل في 2 هنايا راه برودوي سكالير، حنا غادي نهضروا عليه من بعد. كاين واحد لو كا بارتيكولي ملي كيكون عندي هاد دوبل في ان فيكتور اونيتير، ملي كيكون هاد دوبل في فيكتور اونيتير كنكتب مباشره دوبل في كيساوي الكوسينوس دو الفا فوا اي زائد سينوس دو الفا فوا جي. علاش؟ لان هاد دوبل في هادي هاد لو موديل راه كيكون كيساوي واحد، لانه هاد دوبل في راه فيكتور اونيتير. لذلك الحاله العامه من الافضل نفهموا الحاله العامه، فاش كتعطينا حاله خاصه كنتعاملوا معاها على حساب الخصوصيه ديالها. غادي نشوفوا دابا لا نوسيون دان روبير اورتونورمي ديريكت.
في الحالة هذه عندي 3 اكس اللي هما او اكس او واي او زد لي ا اون باز. لا باز هي 3 فيكتور يونيتير. هاد لي فيكتور يونيتير هما او اكس او واي او زد. هاد لي فيكتور يونيتير نون كوبلانير باش يكونوا باش يكون عندي هاد او اكس او واي او زد كيشكلوا لي اون باز دون ليسباس خاص يكونوا هاد لي 3 فيكتور نون كوبلانير. مزيان. لكن حنا لو تيب ديال لي روبير اللي غنبقاو نخدموا به في لا ميكانيك دو بو ماتيريال ماشي هو يعني كيف ما كان لو روبير. يعني غير يكون عندي 3 فيكتور اللي هما نون كوبلانير غنخدم بان روبير. لا غادي خاص يكون عند لو روبير هذا اورتونورمي ديريكت. وباش يكون اورتونورمي ديريكت شنو خصو يتحقق؟ نبداو بهاد الكلمه ديال اورتونورمي. اورتو نورمي هاد اورتونورمي فيها جوج الامور، فيها اورتوغونال وفيها نورمي. بالنسبه لاول حاجه اول كونديسيون نهضروا على هاد اورتو شنو كتعني. كتعني باللي لو برودوي سكالير او اكس او واي ولا مازال ما هضرناش على لا نوسيون ديال برودوي سكالير نكتبوها بطريقه اخرى انه لو فيكتور او اكس خاص يكون بيربونديكولير على لو فيكتور او واي. نفس الشيء بالنسبه لو واي مع او زد. نفس الشيء شنو بقى لي دابا؟ بقى لي او اكس مع او زد. او اكس مع او زد يعني انه هاد لي 3 فيكتور دو لا باز اللي هما او اكس او واي او زد خاصهم يكونوا 2 ا 2 اورتوغونو. هذا هو لا بروميير كونديسيون. دونك نشوفوا لا دوزيام كونديسيون هذيك نورمي. بكل بساطه خاص يكون عندي او اكس ولا لو موديل دو او اكس كيساوي لو موديل ديال او واي كيساوي لو موديل ديال او زد وكيساوي واحد. بالنسبه للكلمه الاخيره اللي هي ديريكت كاينه اون ميثود بور ليكسبليكي اون يوتيليزون لا نوسيون دو برودوي فيكتوريال ولكن مازال ما شفناش لو برودوي فيكتوريال. الطريقه اللي كانت كتشرح بها هذه القضيه هذه هي انك تستعمل لا ريغل دو لا مان دروات اولا تستعمل لا ميثود ديال لو تورنوفيس اولا كاينه هاد لا ميثود هادي اللي تحتها هي تري سامبل فحال لا ميثود ديال لا مان دروات مثلا. فاشنو تدير هنا؟ تتخيل انك واقف مع لو فيكتور ك وعينيك كيشوفوا في لو فيكتور جي ويدك اليمنى خاصها تكون كتشوف لو فيكتور اي. الا تحققوا هاد لي 3 كونديسيون يعني انت مثلا غتفيكسي جوج الامور في الاول غتوقف مع لو فيكتور ك وغادي تبدا تشوف لو فيكتور جي. الا يدك اليمنى كانت مع لو فيكتور اي كاين ان هاد لا باز اي جي ك بالضبط في هاد الترتيب هذا اي جي ك راه اون باز ديريكت. الا لقيتي بلي اللي داك اليمنى ما كتشوفش في اي يعني كتشوف العكس ديال اي ولا اللي داك اليسرى هي اللي كتشوف اي فهاد الحاله هادي كتكون لا باز راه ماشي ديريكت. لان هنا كاينه اون اوتر باز اللي هي ديريكت انطلاقا من هاد اي جي ك ممكن تشكلوا اون اوتر باز اللي غتكون ديريكت. دونك هادشي اللي كاين نرجعوا لهادشي اللي عندنا هنايا. دابا غادي نهضروا على لو برودوي سكالير اي لو برودوي فيكتوريال ونعاودوا نرجعوا لهاد اورتونورمي وهاد ديريكت باش نهضروا عليها اون يوتيليزون هاد لي دو نوسيون ديال لو برودوي سكالير اي لو برودوي فيكتوريال. لكن قبل غادي ناخذوا هاد لو بوين ام وغادي نديروا له لا بروجيكسيون على لاكس او اكس او واي او زد. نديروا هاد القضيه هادي يعني كيفاش كنديروا لا بروجيكسيون ملي كيكون عندي اكس اللي فيه 3 ديمونسيون. اول حاجه كناخذ هاد لو بوين ام وكندير له لا بروجيكسيون على لو بلون او اكس او واي. هادي اول حاجه تنديرها بهذا الشكل. هذا تعطيني واحد لو بوين نسميه مثلا اش. ملي تحصل لهاد لو بوين اش تندير لا بروجيكسيون اللي هي بطبيعه الحال اورتوغونال على او واي ولا او اكس غتكون بهذا الشكل هذا. لانه حنايا راسمين ليسباس في ورقه يعني خاصنا نتخيلوا هادشي هذا في ليسباس لانه راسمين ليسباس في ان بلون خاصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هاد الامور هادو. يعني ما ديرش بحال هكا ما تجيش ودير ليها بحال هكا ثم بحال هكا. يعني هنايا فاش غدير هاد القضيه فاش تبغي دير لا بروجيكسيون على او اكس ما تعرفش كيفاش. لذلك لا ميثود باش كيبانوا هاد الامور هادو هي اللي كنديروا هاد لا بروجيكسيون ولا هاد لو بلون كيعطيني واحد لو بوين عاد كنعاود ندير لا بروجيكسيون بهاد الشكل هذا. دونك هاد النقطه هادي غادي نسميها ام اكس ولا نسميها اكس نسميوها اكس حيت عندنا لو بوين ام نديرو اكس ام. هادي نسميها واي ام
وبالنسبة للبروجيكسيون إلى أو زد تكون بهذا الشكل هذا، غادي نسميها زد زد إم. غادي نرسم لو فيكتور اللي هو أو إم، لو فيكتور أو إم، وغادي نبغيو دابا نعبرو على لو فيكتور أو إم أون فونكسيون ديال إكس إم إيكغيك إم و زد إم اللي هما لي بروجيكسيون، لي تخوا بروجيكسيون ولا لي تخوا زاكس. شنو هي لا ميثود؟ لو فيكتور أو إم يساوي d'après هذيك القضيه اللي قلنا ديال لا ديكومبوزيسيون، هو انه اي فيكتور ممكن نكتبو على شكل سوم ديال بليزيور فيكتور. ياك في هذه الحاله هذه هذا لو فيكتور في لسباس نكتبو على شكل 3 فيكتور. لو فيكتور الاول هو او ام اكس بلس او ام ايغريك بلس او ام زد. هنا شنو تتساوي هاد او ام اكس او ام ايغريك او ام زد؟ لاحظ معايا هنايا او ام اكس هي هاد لو فيكتور هذا، هو هاد لو فيكتور. هاد لو فيكتور شنو تيساوي؟ تيساوي لا ديستونس الجبريك ما بين او ام اكس اللي هي اكس ام، غنكتبها بحال هاد الشكل هذا اكس ام، فوا لو فيكتور اونيتير اللي هو او اكس بلس ايغريك ام فوا او ايغريك بلس زد ام فوا او زد. هاد ليكريتور هادي هي اللي غادي نبقاو نعتمدوها دائما. الى عندي واحد لو بوين ام او لان فيكتور، شوف هنا ملي كنبغيو نديرو لو ريبيراج ديال بوين في لسباس، فحال كنديرو لو ريبيراج ديال لو فيكتور او مع داك لو بوين. ملي كنقول لك لي كوردوني ديال لو فيكتور او ام، راه هما نفسهم لي كوردوني ديال لو فيكتور ام. علاش؟ طبقوا ديك القاعده ديال ملي كتبغي تحدد لي كوردوني ديال فيكتور شنو كدير؟ كدير لي كوردوني ديال لو بوين الاخر ناقص لي كوردوني ديال لو بوين الاول. لو بوين الاول هو او، حنا كنعرفوا ان لي كوردوني ديال او هما 0 0 0، لذلك اكس ام ناقص 0 هي نفس اكس ام، ايغريك ام ناقص 0 زد ام ناقص 0 كلهم تساوي ايغريك ام زد ام. داكشي علاش لي كوردوني ديال لو فيكتور او ام هما نفسهم ديال لو بوين ام. اذا هاد اكس ام و ايغريك ام و زد ام شنو كيتسموا هادو؟ هادو سون دي ريال، يعني هادو دي سكالير، دي سكالير يعني appartient à l'ensemble R. ممكن يكونوا positive ممكن يكونوا negative ويقدروا يساويوا 0. هادو كيتسموا لي كومبوزونت، لي كومبوزونت دي فيكتور او ام او لا دو بوين ام. نفس الشيء دو بوين ام، سواء عندي ان فيكتور او لا عندي ان بوين، نفس الشيء كلهم كنديروا لهم هاد لا ديكومبوزيسيون هادو. علاش؟ كل شي حاجه في لو فيكتور الاول، لو فيكتور اونيتير الاول ديال لا باز، زائد شي حاجه في لو فيكتور ديال الثاني ديال لا باز، زائد شي حاجه في لو فيكتور الثالث ديال لا باز. دونك لي كومبوزون دي فيكتور او ام دون لا باز، دون لا باز في الاساس كنديروا لا باز يعني بالترتيب مهم جدا او اكس او ايغريك او زد. صافي. اذا دابا نشوفوا لا نوسيون ديال لو برودوي، ديال لو برودوي سكالير، ثم من بعد لو برودوي فيكتوريال. دونك برودوي سكالير، اشنو هو لو برودوي سكالير؟ هو لابليكاسيون، نسميوها مثلا نقطة، هي لابليكاسيون ديفيني دو بي كاري دون ار. شنو كاين هادشي؟ كاين انه ملي كتبت هنا بي كاري، بي كنقصد بها لو بلون او لا ليسباس، كنقصد هنا انه غادي نعطيها جوج لي فيكتور كترجع ليا ان سكالير. الا عطيتها جوج لي فيكتور اللي هما يو مع في، كترد ليا هي لو برودوي سكالير يو في. شنو تيساوي هاد لو برودوي سكالير؟ هو لو موديول ديال يو فوا لو موديول ديال في فوا الكوسينوس ديال لونغل اونتر يو و في. بهذا الشكل هذا. دونك هذا هو التعريف ديال هاد لابليكاسيون هادي اللي هي برودوي سكالير. كاينه اون اوتر ميثود باش نحسبوا لو برودوي سكالير وهي اللي نبقاو نعتمدوا عليها، هذيك نعطوها في التعريف ولكن ما تنخدموش بها. اللي تنخدموا بها هي لا فورمول اناليتيك، الصيغه التحليليه للجداء السلمي. شنو هي هاد الصيغه هادي؟ الا كان عندي سي، الا كان يو كيتكتب بالشكل التالي يو اكس فوا او اكس، يعني غندير له لا ديكومبوزيسيون كيف ما درت لهداك لو فيكتور او ام، بلس ايغريك ولا بلس يو ايغريك
UY fois EY plus UZ fois EZ. Tu m'as dit composé avec V, V c'est VX fois le vecteur EX plus VY fois le vecteur EY plus VZ fois le vecteur EZ. Fait le produit scalaire est comme chaque tel. Le produit scalaire UV, UCV. UX fois VX, UX fois VX, plus UY fois VY, plus UZ fois VZ. Par la question, nous avons dit que nous avons dit que EX avons dit que nous 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 avons dit لاحظوا معايا انه هذا داكشي اللي خرج ليا من هذه الجهه هذه ايت ان سكالير ابورتيون اخر. نفس الشيء بالنسبه لهذه، حيت عندي موديل فوا موديل فوا كوس. كيف ما كتشوفوا ممكن يكون نيجاتيف ممكن يكون بوزيتيف، لانه الكوس ممكن يكون من ناقص واحد حتى لواحد. دونك هذه هي القضيه، هذا هو لو برودوي سكالير. وغادي نرجعوا لديك الكلمه ديال اوتونورمي، كنا استعملنا فيها هذا او اكس Y et EZ sont deux ordres orthogonaux, mais il y a une autre manière de le produit scalaire, qui est ici. On va le produit scalaire EX, EY, qui est oui, le produit scalaire EX, EZ, qui est oui, le produit scalaire EY, EZ. Je me dis oui, c'est oui, 0. كيفاش عرفنا هذه القضيه هذه؟ لانه الا عندي جوج لي فيكتور اللي هما اورتوغونو ففي هذه الحاله هذه اي كيكون القوس بيناتهم كيساوي بي سور 2، الا كان القوس كيساوي بي سور 2 عفوا كتكون لونغل بيناتهم كتساوي بي سور 2 والقوس ديال بي سور 2 هو 0. دونك لو موديل دو اي فوا لو موديل دو في فوا 0 تعطيني 0 صافي. وهنا بطبيعه الحال هذه الصيغه هذه التعريف ديال لو برودوي سكالير اللي فيها القوس فاش كتنفعني فاش كيكون عندي جوج لي زونغل بغيت نعرف شنو هي ولا جوج لي فيكتور بغيت نعرف شنو هي لونغ اللي بيناتهم. فهنايا كنستعملوا لي دو ميثود بور كالكولي لو برودوي سكالار، لا بروميير اون اوتيليزون لا فورمول اناليتيك، والثانيه اون اوتيليزون لو موديل او لي دو موديل اي لو كوسينوس دو لونغ اونتر لي دو فيكتور. فالا درت هادي كتساوي هادي غادي نحصلوا على الكوسينوس ديال يو اف في ولا الكوسينوس ديال الزاويه المحصورة ما بين U و V. غادي نشوفو دابا لو برودوي فيكتوريال. دونك لو برودوي فيكتوريال حتى هو نفس الشيء، غادي نرجعو باش نشوفو واحد ليتيليزاسيون ديال لو برودوي فيكتوريال في هاديك لا ديفينيسيون ديال روبير اوتونورمي. دونك برودوي فيكتوريال اشنو هو لو برودوي فيكتوريال كابليكاسيون؟ هو لابليكاسيون ديفيني دو بي كاري نفس الشيء، يعني من غادي نعطيها دو فيكتور وكترد ليا ان فيكتور. لاحظ معايا انه ما كتعطينيش ان سكالير، كتعطيني ان فيكتور. دونك اون لا دون دو فيكتور يو في، هاد يو فيكتوريال في اشنو كتساوي؟ اول حاجه خصك تعرف عليه هو انه ان فيكتور، هادي اول حاجه. ان فيكتور اللي راه بيربونديكولير على في او بيربونديكولير على U، عمودي على U و V. هذه أول حاجة. ملي كنقول لك هاد الكلمة هادي شنو كتفهم بها؟ كتعرف بها لا ديريكسيون ديال هاد لو فيكتور هذا، كتعرف بها لا ديريكسيون. بقى لينا جوج الحوايج، بقى لينا نعرفو لو سونس ونعرفو لو موديل. لو موديل أنا غنعطي لكم دابا هو لو شنو هو لو موديل دو U فوا لو موديل دو V فوا سينوس ديال لونغل اونتر U و V fois un vecteur unitaire en Smith. C'est le vecteur unitaire qui fait ce qu'on a fait. Nous avons un vecteur qui est Smith, par exemple U, ou un vecteur qui est V. C'est ce qu'on a fait. On a fait le module de U. Il faut dire la valeur absolue de le module de U fois le module de V fois le sinus. On a fait le module. La direction est là. Qu'est-ce que la direction? Il y a un mode de U ou V. ولكن هذا عمودي ما كافيش، لانه فاش يكون عمودي ممكن يكون كيشوف الفوق ممكن يشوف لتحت. باش غادي نعرف واش كيشوف الفوق ولا كيشوف لتحت؟ غادي نتبعو ديك لا ميثود اللي قلنا سابقا. خاص يكون عندي هاد U في وهاد السي هادي،
Il cherche le lieu une base directe. Ça fait. باش نحصل على هذا لو فيكتور سي. يعني مثلا نديرو الطريقه اللي شفنا سابقا باش تكون عندي او اكس او اي جي كا ديريكت. هنايا غنعتبرو اي و في و سي, خاص هذاك لو فيكتور سي يكون مع هاد اي و في يكمل ليا اون باز ديريكت. او لا ممكن يعني ديرها بطريقه اخرى, حنا غادي نشوفو لا ميثود اللي غنبقاو نتبعوها, يعني حيت حنا اصلا غنبقاو نخدمو في ان روبير اللي هو اورتو نورمي ديريكت, فكاينه طريقه سهله بزاف باش نوليو نحسبو لو برودوي فيكتوريال. دونك هادي باش تكون او في ديريكت راه ممكن دير عده طرق كما قلنا سابقا, لا ريغل دو لا مان دروات مثلا, فغتحصل على هاد لو سونس ديال لو فيكتور سي, واش غيكون الفوق ولا غيكون لتحت. متفقين هنا في لو برودوي سكالر فيكتوريال. بقات لينا دابا لا ميثود اناليتيك, كيف ما درنا مع لو برودوي سكالر, حيت ما نبقاوش نستعملوا هاد الطريقه هادي, غنوليو نستعملوا لا ميثود اناليتيك. غنعتبروا باللي او كيتكتب على هاد الشكل هذا, U و V كيتكتبوا بهذه الطريقة هذه, ونحاولوا نكتبوا هاد لا ميثود أو ليكريتور أناليتيك دو برودوي فيكتوريال. لكن قبل غنرجع هنايا الفوق, ندير رجع الفوق هنايا باش نهضروا على القضية اللي متعلقة بهاد الكلمة ديال ديريكت. شوف معايا مزيان هاد الكلمة ديال ديريكت, في بلاصة ما نقولوا ديك لا راكل ولا مان دروات وداكشي, نقولوا نعبروا عليها بالشكل التالي مباشرة. U X غنكتبوها بهاد الطريقة هادي باش تحفظوها مزيان, نقلو عليها وليو تكتبوها بهاد الطريقة. او اكس او ايكغيك او زد, غديرو هاد لي تخوا فيكتور بهاد الشكل, وغديرو واحد السهم بهاد الطريقة هادي, والسهم بهاد الطريقة, والسهم بهاد الطريقة. شنو كاين هادشي؟ كاين ان او اكس فيكتوريال او ايكغيك كتساوي او زد, او زد فيكتوريال او اكس كتساوي او ايكغيك, او ايكغيك فيكتوريال او زد كتساوي او اكس. دونك حنايا ممكن نكتبوها بهذه الطريقه هذه, او اكس فيكتوريال او ايغريك كتساوي او زد, او ايغريك فيكتوريال او زد كتساوي او اكس. قال لي اخر حاجه اللي هي او اكس او او زد فيكتوريال او اكس, او زد فيكتوريال او اكس كتساوي او ايغريك. كيفاش درنا لهذه القضيه هذه؟ الطريقه اللي درنا شنو هي؟ طبقنا لا ميثود, لا ميثود لا درنا لا ميثود تعطيني باللي لو موديل شنو تساوي. تساوي لو موديل مثلا نهضروا على المثال الاول, او اكس فيكتوريال او ايغريك كتساوي او زد, لو موديل او اكس كيساوي 1, لو موديل او ايغريك كيساوي 1, السينوس ديال الزاويه ما بين او اكس او ايغريك هي السينوس ديال بي سور 2, السينوس ديال بي سور 2 كيساوي 1, دونك لو موديل كيساوي 1. بقى لي لو فيكتور يونيتير هو او زد. كيفاش حصلت عليها؟ بلا ريغل دو لا مان دروات. لقينا باللي درنا فاش درنا لا مان دروات, لقينا باللي هذيك لو فيكتور اللي كنقلبوا عليه اللي هو سي كيساوي او زد في هذه الحاله هذه. متفقين؟ دونك هذه هي الطريقه, وهادو غتبقوا عاقلين عليهم كيف ما قلنا, نبقوا نخدموا بهم دائما. ديك لا ميثود دو لا مان دروات وداكشي ما بقيناش غادي نستعملوهم نهائيا, دونك نقدموا في الدرس وكنعرفوا منين جاوا هاد النتائج هادو باش نبقاو نخدموا بهم في التمارين مباشره. ثم غادي نديروا واحد الملاحظه كتعلق بلو برودوي فيكتوريال دو دو فيكتور كولينيير. دونك رمارك, سي U et V sont collinéaires, شنو كاين هادشي هذا؟ كاين ان U يساوي واحد لو سكالير الفا فوا V, اللي هي لا ديفينيسيون دو دو فيكتور كولينيير. في هاد الحالة هادي كيكون لو برودوي سكالير U V كيساوي زيرو. وكنتيجة ديال هاد القضية هادي ف U فيكتوريال V أو U فيكتوريال U حتى هي كتساوي زيرو, لأن U مع U راه كولينيير, أو V فيكتوريال V كتساوي زيرو. تاني ملاحظة على لو برودوي فيكتوريال أنه ماشي كوميتاتيف, يعني U فيكتوريال V, U فيكتوريال V ما كتساويش V فيكتوريال U, ولكن كتساوي موان V فيكتوريال U. ضروري تخرج هاد الموان هادي الا قلبتي هاد لوغدغ ديال U مع V. تالت حاجة ان لو برودوي فيكتوريال ماشي اسوسياتيف, يعني غير جميعي, يعني الا عندك U فيكتوريال V فيكتوريال W ضروري دير الاقواس. غنديرهم مثلا بهذا الشكل هذا, هادي تخالف هادي, U فيكتوريال V هي اللي بين قوسين فيكتوريال W. ملي كنديروا هاد القوسين شنو كاين؟ كاين انه
Il faut calculer premièrement v vectoriel w. عاد من بعد نحسبو u vectoriel هاد النتيجة اللي خرج ليا. صافي وهنايا الى حسبنا هاد جوج هادو كنلقاوهم ما كيتساواوش. دونك هاد ثلاثة الملاحظات غنعتمدو عليهم باش نخرجو لا ميثود اناليتيك. دونك u vectoriel v تساوي غادي نعاودو انطلاقا من هاد الكتابة ولا من هاد لا ديكومبوزيسيون في لا باز او اكس او يكغيك او زد. دونك اول حاجة u x فوا او x plus uy fois uy plus uz fois uz vectoriel vx fois ex plus vy fois uy plus vz fois uz. ملاحظة أخرى حتى ينسيتها، إلى عندي ألفا أن سكالير فراها ألفا U vectoriel V alpha u vectoriel v شنو كتساوي؟ هذاك الفا كنخرجو برا نديروها بصفه عامه الفا u vectoriel بيتا v بهذا الشكل. هذه ديك الفا فوا بيتا تخرج برا وغتبقى ليا u vectoriel v بهذا الشكل. دونك ان سكالير نخرجو برا ما عندناش مشكل. اذا شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نشرو هذا الشيء هذا بشكل عادي كيف ما كنديرو في النشر في يعني في العملية ديال في مع زائد. دونك أول حاجة هادي مع هادي غتعطيني أو إكس فوا في إكس ثم من بعد أو إكس لي سكالي لاحظوا معايا لي سكالي خرجتهم برا ولكن هاد أو إكس مع أو إكس ترتيب مهم جدا بما أنه هنا عندي أو إكس مع أو إكس ما كيهمش راه ديجا نفس الحاجة. دونك أو إكس فيكتوريال أو إكس لاحظوا معايا لي سكالير كندير بيناتهم الضرب اللي كنعرفو العادي والفيكتور كندير بيناتهم لو برودوي فيكتوريال بلوس هادي مع هادي. دونك نفس الشيء لي سكالير نخرجهم برا او اكس مع في ايكغيك يخرجوا برا وغتبقى ليا او اكس فيكتوريال او ايكغيك. ونرد البال ما عندكش الحق دير او ايكغيك فيكتوريال او اكس راه قلنا علاش لانه لو برودوي فيكتوريال ني با كوميتاتيف. ثم غنكملوا بهذه الطريقه هادي صافي نكملو ماشي مشكل. بقات لينا او اكس في زد او اكس فيكتوريال او زد. بالنسبه لهادو كيفاش غنحسبهم؟ او اكس فيكتوريال او اكس كتساوي زيرو بلس او اكس فيكتوريال او ايكغيك كتساوي او زد منين جبتها من هذيك لا باز ديريكت اللي قلت لكم حفظوها. وهذا او اكس فوا في ايكغيك بلس نفس الشيء هنايا او اكس فوا في زد او اكس فيكتوريال او زد شنو كتساوي؟ او اكس فيكتوريال او زد كتساوي ناقص او ايكغيك. منين جبت هاد القضية هادي؟ لأنه أنا ديجا كنعرف بلي شنا هي او اكس مع او زد كنعرف بلي او زد فيكتوريال او اكس هي اللي كتساوي او ايكغيك او زد فيكتوريال او اكس. لكن إلا درت الناقص ديالها درت الناقص ديالها غتعطيني او اكس فيكتوريال او زد غندير الناقص في الجهات بجوج غتعطيني بلي او اكس فيكتوريال او زد كتساوي ناقص او ايكغيك. هادي هي الطريقة. ثم غادي نكملو بنفس الطريقة مع لي زوطخ حتى كنحصلو على في الاخر على لو برودوي فيكتوريال اونتر او و في. طبيعة الحال كاين واحد لا ميثود اللي كتحفظوها مباشرة ممكن ديرها حتى هي ولكن انا كنفضل نطبقوا هاد الطريقة هادي لانه ما فيهاش بزاف ديال الحفاظ. دابا غادي نشوفو الفقرة المتعلقة بلا ديريفي او الاشتقاق. الاشتقاق مهم بزاف في الدرس ديال لا ميكانيك دي بوان تكون حافظ لي غيغ ديال الاشتقاق لا ديريفي دو برودوي دو فونكسيون دو كوسيون دو فونكسيون لو برودوي او لا لو كومبوزي دو فونكسيون الديريفي ديال ليكسبونسييل ديال الالان ديال الكوسينوس ديال السينوس ديال لي بولينوم. هادشي هذا مهم بزاف. الحاجه اللي غتزاد لينا اللي هي لا ديريفي دان فيكتور. السؤال هنا كيفاش نقدر نديريفي ان فيكتور؟ اول معلومه مهمه بزاف خاصنا نكونوا فاهمينها هي هاد لو فيكتور هذا واش كيتحرك اولا ثابت. القضيه مهمه بزاف. فمثلا هنايا هاد لو روبير اللي خديت هنايا غادي نعتبره على انه ان روبير فيكس ان روبير فيكس يعني ان هاد لو روبير هذا ما تيتحركش بالنسبه للزمن روبير فيكس. غادي نشوفو السميه ديالو غنفهمو مزيان فاش نوصلو لا سينيماتيك دي بوان ماتيريال. روبير فيكس يعني ما كيتحركش. مثلا مشيتي لواحد الدار وفي الجنب ديال هذيك الدار اولا في القنت غادي ترسم 3 زاكس ثابتين ما كيتحركوش في هذاك لي 3 زاكس كيكون عندي لي فيكتور او اكس او واي او زد فيكس.
فهاد الحالة هذه بما أن لي فيكتور فيكس فاحنا كنعرفوا أنه ملي كنقول فيكس يعني أنه الاشتقاق ديال هاد او اكس او واي او زد بارابور طون يعني بالنسبة للزمن يساوي زيرو. حنا كنعرفوا ديجا في الماط أنه الاشتقاق ديال ثابتة كيساوي زيرو. نفس الشيء لي فيكتور اونيتيغ إلا كانوا فيكس فهاد الحالة الديريفي ديالهم غيكون كيساوي زيرو. لأن يعني أول معلومة تعقلوا ليها هي أنه دي دو اي ديال او اكس سيغ دي تي كتساوي دي ديال او ايكغيك سيغ دي تي كتساوي دي ديال او زد سيغ دي تي كتساوي زيرو. هادي أول معلومة مهمة بزاف. والسبب علاش؟ لأنه او اكس او ايكغيك او زد هاد لاباز هادي اتون باز ايموبيل او لا فيكس يعني بطبيعة الحال بارابور او طون يعني ما كتحركش بالنسبة للزمن. إذن هادي أول معلومة مهمة بزاف. من بعد نقدروا نقدموا المعلومات الأخرى. شنو هما هاد المعلومات الأخرى؟ إلا عندي اشتقاق بهاد الشكل هذا عندي ان فيكتور لي هو او. هاد لو فيكتور او كيفاش غادي نكتبو؟ غادي ناخد ان فيكتور هنا في ليسباس كيف ما كنعرفو هاد لو فيكتور ممكن نكتبو على شكل او اكس فوا او اكس بلوس او ايكغيك فوا او ايكغيك بلوس او زد فوا او زد. دونك غادي ندير الديريفي ديال هاد لو فيكتور او لا لينياريتي ديال الديريفي يعني الى عندي الديريفي ديال اون سوم راه هو لا سوم ديال ديال لي ديريفي يعني هذه هي لا ديريفي ديال او اكس فوا او اكس سور دي تي بلوس لا ديريفي ديال او ايغريك فوا او ايغريك بلوس لا ديريفي ديال او زد فوا او زد. من بعد نمشيو نشوفو كل وحده بوحدها. لا ديريفي ديال او اكس فوا او اكس هذا برودوي. هنا الطريقه اللي باش نتعاملوا مع لي فيكتور مع لي سكالير غادي نوليو نعتبروا لو فيكتور بحال فونكسيون. يعني مثلا عندي لو برودوي ديال سكالير فوا فونكسيون غنعتبروه بحال برودوي دو فونكسيون ونطبق عليه لا ديريفي ديال او فوا في. دونك لا ديريفي دو او فوا في دونك هنايا في الماط كنديروا او فوا في بريم هنا غنديروا دي او دي او في او دي ديال او فوا في سور دي تي. دائما في الفيزيكا نبقاو نخدمو بهذا الشكل. شنو كيساوي هذا؟ كنشتقو الاولى يعني هو دي دو او سور دي تي وكنخليو الثانيه بلوس كنخليو الاولى وكنشتقو الثانيه. لكن هنا عندي برودوي دو فونكسيون يعني عندي برودوي ديال ان فيكتور مع فونكسيون حتى هو غنعتبرو بحال برودوي دو فونكسيون. يعني في هاد لا ديريفي ديال او اكس فوا او اكس سور دي تي شنو غندير؟ غنشتق الاولى يعني غنشتق او اكس وغادي نخلي الثانيه بلس غادي نشتق الثانيه اولا نخلي الاولى يعني او اكس ونشتق الثانيه بهذا الشكل دي او اكس سور دي تي. دونك لاحظوا معايا او اكس فوا دي او اكس سور دي تي هاد دي او اكس سور دي تي اي ان فيكتور. تنعقلوا لهاد القضيه هادي لا ديريفي دان فيكتور اي ان فيكتور صافي هنا لا ديريفي ما كتبدلش النوعيه ديال داكشي اللي كنشتقو. دونك فاش هنايا كتبت هاد لا ديريفي ديال او اكس سور دي تي او ايغريك سور دي تي او زد سور دي تي فاش هنا درت زيرو خاصني ندير زيرو فيكتوريال صافي. دونك باش نفرقوا ما بين فيكتور و سكالير نفس الشيء غنديرو بالنسبه لهاد او ايغريك فوا او ايغريك يعني نكتب بالشكل التالي دي ديال او ايغريك سور دي تي فوا او ايغريك بلس او ايغريك فوا دي ديال او ايغريك سور دي تي بلس او زد او لا دي دو او زد سور دي تي فوا او زد بلس او زد فوا دي دو او زد سور دي تي. حنا كنعرفوا واحد المعلومه انه لا ديريفي ديال او اكس او ايغريك او زد بارابور طون كيساوي زيرو. وعندي واحد الاختزالات هنايا غادي نديرهم. الاختزالات اللي عندي هادي اول حاجه فين هي هادي مشات هادي كذلك مشات وهادي مشات. شنو بقى ليا؟ يساوي بقات ليا دي ديال او اكس سور دي تي بلس عفوا فوا او اكس ضروري ما نساوش لو فيكتور اونيتير فوا او اكس بلس دي ديال او ايغريك سور دي تي فوا او ايغريك بلس
دير UZ سور دي تي فو UZ. كي اللي يقول لي عطيها لينا من الاول مباشره، الى عندك واحد لو فيكتور كيتكتب على شكل ان سكالير فو اكس زائد ان سكالير فو واي زائد ان سكالير فو زد، فكنخليو هذوك لي فيكتور وكنشتقو غير لي سكالير. غادي نقول لك هنا باللي كاينه واحد الحالات اللي كيكون فيهم لا ديريفي ديال لو فيكتور اونيتير ما كيساوي الزيرو، يعني غنشوفو في الدرس ديال لا سينيماتيك دو بوان ماتيريال دي فيكتور اللي هما موبيل، غادي نشوفو دي فيكتور اللي كيتحركوا. ملي كيكون عندي ان فيكتور اللي كيتحرك، كي اللي غيسولني اصلا كيفاش غيكون الفيكتور كيتحرك، غادي يكون عندك واحد لو بوان ام ياك، حيت حنا في الخدامين في لا ميكانيك دو بوان. ان بوان ام كيتحرك بطبيعه الحال، مثلا بروجيكتيل او لا عندي اي حاجه كيتحرك، هذاك لو بوان ام غنكونوا رابطين فيه واحد لو فيكتور. اي دونك الا كان كيتحرك لو بوان ام راه حتى لو فيكتور كيتحرك، اذا في هذه الحاله هذه لا ديريفي ديال لو فيكتور ما يكونش كيساوي زيرو لانه لو فيكتور راه موبيل. متفقين هنا؟ داكشي علاش انا كنعطيك الحاله العامه، والحالات الخاصه راه كنعرفو نتعاملو معاها. اذا هذه سهله، وهنا نكمل الحساب. كيفاش نكمل الحساب؟ على حساب هاد يو اكس يو ايغريك يو زد. منين غيجيني هاد يو اكس، منين غيجيني هاد يو ايغريك، منين غيجيني هاد يو زد؟ هنا الدرس ديال لا سينيماتيك اللي غادي نشوفو من بعد، فحال كيتخطى مجموعه من الامور، كنتخطى واحد الدراسه، ديك الدراسه ديال باغ لا لوا دو نيوتن ولا لا دوزيام لوا دو نيوتن، وكنوصلوا للنتائج الاخرى. كنفتحوا هذا القوس هذا لانه مهم بزاف وغيساعدك باش تفهم هذا لو كادر. دابا هنا في الباك كانوا عندنا تمارين، هاد التمارين هادو كيقول لك طبق القانون تاع نيوتن، حدد ليكواسيون ديفيرونسييل، ففي الاخر شنو كنحصلوا؟ مثلا غنهضروا على الحاله ديال القذيفه بروجيكتيل، في الاخر كنحصلوا على اكس دو تي ايغريك دو تي وزد دو تي، راه كيكون كيساوي زيرو. عقلتوا على هذه القضيه هذه؟ اذا في هذه الحاله هذه شنو حصلت؟ راه حصلت على لو فيكتور بوزيسيون اللي هو او ام. هاد لو فيكتور او ام شنو تيساوي؟ تيساوي اكس زد تي فوق او اكس. غير في الباك ما كناش كنهتموا باللي فيكتور بزاف، كاين اللي كيشوف فيكتور ما تيبغيش يشوف فيكتور حيت مولف غير الحساب. هنا غنوليو نهتموا باللي فيكتور بزاف، لكن نورمالمون القضيه شنو هي؟ راه عندك او ام كيتكتب على شكل اكس زد تي فوق او اكس زائد y دو تي فوق y زائد z دو تي فوق z، و z دو تي في البروجيكتيل كيساوي زيرو. اذا هنا فاش كنبغيو نحدو لا فيتيس شنو كنا نديرو؟ كنا كنحدو في x بوحدها، في y بوحدها، اي في z بوحدها، ولكن ما كناش كنكتبو على شكل فيكتور. دائما ما كناش كنكتبو على شكل فيكتور، كنحدو لي زيكواسيون اوغير، ولكن ما تنكتبوش لي فيكتور. دابا فاش غنبغي نشتق هاد لو فيكتور هادو، حيت الا شتقيت هاد لو فيكتور غنحصل على لا فيتيس، اشنو يعطيني؟ دي دو اكس ولا دي دو اكس دو تي سور دي تي فوا او اكس بلس دي ديال ايغريك دو تي سور دي تي فوا او ايغريك بلس دي ديال زد دو تي سور دي دو تي فوا او زد يساوي. ثم هنايا الى عقلتو اكس دو تي كيفاش كانت كتخرج لينا، اكس دو تي كانت كتخرج لينا بهذا الشكل هذا، هي ا فوا تي بلس بي، وهذه كتخرج لينا على شكل ا تي كاري ولا ا بريم تي كاري زائد بي بريم تي زائد سي. فاش كنا كنساليو الدراسه ديال لا بروجيكتيل كنا كنحصلوا على معادلات من هذا النوع هذا. دونك هنايا كنديروا الاشتقاق بشكل عادي، لا ديريفي ديال ا دو تي ا فوا تي بلس بي هي ا، دونك ا فوا اكس بلس لا ديريفي ديال ا بريم تي كاري زائد بي بريم تي غتعطيني هي جوج فوا ا بريم فوا تي بلس بي بريم فوا ايغريك. لا ديريفي ديال زيرو هي زيرو، دونك بقى لي غير هادشي هذا. دونك هادشي كيعطيني لو فيكتور فيتيس، دونك في كيساوي هاد الاولى في اكس كيساوي ا، في ايغريك كيساوي جوج ا بريم فوا تي بلس بي بريم، و في زد كيساوي زيرو. غير باش نعرفو علاش ونفهمو مزيان هاد الامور، لانه الدرس ديال لا سينيماتيك فحال كنقولو كنتخطاو مجموعه من الدراسات وكنمشيو لاخر حاجه. دونك هادشي اللي كاين، هادي هي لا ديريفي دان فيكتور، هادو هما الامور اللي كاينين. صافي جميع الملاحظات هضرنا عليهم، وهاد الملاحظه الاخرى شي واخا ما تفهمهاش مزيان ماشي مشكل، ماشي شي حاجه اساسيه في هاد الدرس هذا ديال غابيل ماتيماتيك. يعني هاد الدرس هذا
خاصك تضبط في القواعد، ما تفهمش شي حاجه متعلقه بالفيزيك حتى نوصلوا للدرجه ديال لا سينيماتيك دو بوان ماتيريال. ديك الساعه كنوليو نجبدوا دي نوسيون فيزيك، دي نوسيون على لا سينيماتيك، فيكتور بوزيسيون، فيكتور فيتيس، فيكتور اكسيليراسيون. هاد القضيه اللي درت هنا دابا اللي فهمها مزيان، اللي ما فهمهاش ماشي مشكل. اذا كيف ما شفنا هاد او اكس وهاد او ايغريك وهاد او زاد ممكن يتعلقوا بالزمن، بحال هنا كيتعلقوا بالزمن اذا الاشتقاق ديالهم ما تيساويش زيرو، ماشي غير عدد راه كيساوي زيرو، لا ممكن يتعلق بالزمن، الا تعلق بالزمن الديريفي ديالو ما كيساوي زيرو. صافي، هاد او اكس هاد او ايغريك هاد او زاد، اتونسيون هنا تجي دير زيرو. اي بتاش غندير زيرو الا كان لو فيكتور فيكس. شنو هاد لو فيكتور فيكس؟ بحال او اكس او ايغريك او زاد، هادو سون دي فيكتور فيكس. نعطيك ان اوتر فيكتور فيكس، مثلا غنجي لهنا في هاد لاكس او ايغريك ونرسم واحد لو فيكتور اي لو موديل ديالو هو 3. هاد لو فيكتور هذا نسميه مثلا دبليو، شنو هو التعبير ديالو؟ هو 3 فوا او ايغريك، يعني المنظم ديالو هو 3 فوا لو فيكتور اونيتير اللي هو او ايغريك. دونك الاشتقاق شنو غيكون في هاد الحاله؟ دي ديال دبليو سور دي تو شنو يساوي؟ الاشتقاق ديال 3 او لا كان عندي ان سكالير كنخرجو عادي برا 3، الاشتقاق ديال او ايغريك كيساوي 0، تبقى ليا 0. دونك خاصك تفهم بعدا انه ان فيكتور في اكس الاشتقاق ديالو كيساوي 0، ان فيكتور موبيل لا ديريفي ديالو راها ديفيرون دو زيرو. غادي نشوفو دابا بعض القواعد اللي كيتعلقوا بلا ديريفي ديال لو برودوي فيكتوريال و لو برودوي سكالار. نفس الشيء يعني شي حاجة عادية جدا، لا ديريفي ديال لو برودوي سكالار او في شنو تيساوي هذا؟ عادي جدا، برودوي دو فونكسيون او لو برودوي دو فيكتور نفس الشيء، غادير الاشتقاق ديال الاولى. دونك هاد النقطة هادي شنو كنقصد بها هنايا؟ حيت هنا عندي برودوي فيكتوريال فكندير هاد النقطة كنقصد بها البرودوي، عفوا برودوي سكالير، هاد النقطة كنقصد بها برودوي سكالير. يعني غندير دي دو او سور دي تي برودوي سكالير في بلوس او برودوي سكالير دي دو في سور دي تي. متفقين؟ دونك إلا عندي لو برودوي فيكتوريال دي ديال او فيكتوريال في سور دي تي، شنو غندير هنا؟ غادي نشتق الاولى بشكل عادي دي دو او سور دي تي. هاد المره ما غاديش ندير برودوي سكالير بطبيعه الحال، ندير برودوي فيكتوريال على حسب داكشي اللي عندي في وسط ما بين او في. دونك برودوي سكالير او لو برودوي فيكتوريال في بلس او فيكتوريال دي دو في سور دي تي. صافي، ثم الحاله اللي راه ديجا ذكرناها، الى عندي لا ديريفي ديال ا فوا او نسميها f دو تي، ديجا كتبناها f دو تي فوا u سور دي تي. شنو كندير هنايا؟ هنايا كندير دي دو f سور دو تي سور دي تي فوا u. هاد لو برودوي هذا يعني برودوي ديال العدد، لانه f دو تي عبارة عن عدد، فلا ديريفي ديالها حتى هو غيكون عبارة عن عدد، عدد فوا او لا سكالير مضروب في فيكتور عادي. بلوس هاد المرة غادي نخلي ديك f دو تي ونديريفي u، دونك دي دو u سور دي تي. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة للحالة الثانية. نعطيو الحالة الأخرى، نعطيو مثال اللي عندي مثلا 3 تي فوا او اكس، وبغيت نشتق هاد لو فيكتور هذا دي ديال 3 تي فوا او اكس سور دي تي. شنو كتساوي هادي؟ غادي نشتق 3 تي تعطيني 3 فوا او اكس بلوس 3 تي فوا الاشتقاق ديال او اكس. الاشتقاق ديال او اكس راه كيساوي زيرو، دونك بقات ليا غير 3 فوا فوق او اكس. هاد الملاحظة راه ديجا هضرنا عليها في الامثلة السابقة. دونك تقريبا هادو هما الامور الاساسية في الدرس ديال لغة الماتيماتيك، هادشي اللي كاين. في الحصة المقبلة غادي نشوفو لا سينيماتيك دو بوان ماتيريال، وغندخلو في الامور المهمة في الدرس ديال لا ميكانيك دو بوان. دونك هادشي اللي كاين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.